ضحك على الذقون، هكذا وصف موظفو العقود في شركة أور العامة في محافظة ذي قار وضعهم الحالي بعد نحو 4 سنوات من المباشرة في الشركة، حيث فوجئوا بقرار إنهاء خدماتهم من قبل وزارة المالية. وبدلاً من تثبيتهم على الملاك الدائم طبقاً لقرارات حكومة السودان الأخيرة، يجد أصحاب العقود أنفسهم في الشارع مطالبين باسترداد حقوقهم المسلوبة. تعرضنا للتهميش من قبل وزارة المالية، علماً أن العقود على قرار 315 ويوجد رقم وظيفي وماستر كارت وأمورنا حالنا حال الموظف الملاك الدائم. نزل كتاب علينا من قبل وزارة المالية إيقاف العقود وإنهاء خدماتهم وإنهاء الأجور. تضارب التصريحات ما بين وزارة المالية من جهة وشركة أور ووزارة الصناعة والمعادن حول الوضع القانوني للموظفين زاد من غضبهم على سوء الإدارة. يعني نحمل المسؤولية منو هسه احنا؟ منو نحمل المسؤولية؟ صار لهم 3 سنوات يشتغلون علينا، بالتالي يقولوا لنا أنتم أجور، حتى بقاعدة بيانات ما عندنا بالوزارة. وهنا يقولوا لنا أنتم عقود ومطينا هويات مال العقود، إضافة يستقطعون من عندنا التقاعد. ويقول موظفو العقود في شركة أور إن الفساد والمحسوبية عاملان أساسيان في تعيين الموظفين في الشركة وباقي المؤسسات الحكومية في ذي قار. صار لي 2019 ما بعد 2010، شنو الفرق اللي 2010 اللي بعد هاي؟ اللي عنده خالات يتدلل، اللي عنده وزير وعنده عضو مجلس النواب يتدلل ويثبتونه. معك وادم جت قبل على الملاك الدائم. انا صار لي 3 سنوات اخدم بهاي الشركه بالامنيات، وتاليتها يقول لي نايم خدمات، وهاي الشباب كلها معامل وانتاجيه شركه انتاجيه. موظفو العقود في شركه اور شددوا على استمرار اغلاق بوابات الشركه وايقاف العمل فيها الى حين استرداد حقوقهم من الجهات الحكوميه.